اهلا بحضراتكم من جديد، يومكم سعيد، يومكم كله بهجه وفرحه ودايما كده طاقه ايجابيه. احنا من ضمن يعني الحاجات اللي بنحاول ان احنا نجيبها كل يوم او على قد ما نقدر ان احنا نعرف اخبار الطقس، لانه جزء مهم من حياتنا ان احنا نبقى عارفين دنيتها هتبقى عامله ازاي. وبالتالي المصدر الافضل والادق هيكون معانا النهارده على الهواء دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره ايمان برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني احنا كالعاده خلاص اتعودنا انه دكتوره ايمان تدينا المفيد علشان بعد كده نطبقه عملي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. احنا النهارده الدنيا عامله ازاي؟ اتفضلي. احنا مستمرين النهارده في الاستقرار في الاحوال الجويه، ما زالت درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه، والشبوره المائيه الكثيفه طبعا احنا كلنا شايفينها على الطرق النهارده، وخصوصا الطرق السريعه والطرق الزراعيه والصحراويه. فبناكد على القياده بهدوء اثناء السير على الطرق، خصوصا الساده المسافرين من محافظه لمحافظه، لان بيكون في طبعا يعني الرؤيه بتقل بصوره كبيره على بعض الطرق وبعض المناطق، وخصوصا المناطق الزراعيه. بدايه من غدا الثلاثاء ان شاء الله في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وهيئه الارصاد اصدرت بيان امس بينص على حاله عدم الاستقرار. هي هتبدا من يوم الثلاثاء، هيكون في سقوط امطار غزيره ورعديه على السواحل الشماليه للبلاد، بتشمل طبعا اسكندريه، مطروح، العريش، رفح، بورسعيد، ايضا بلطيم، رشيد، كل هذه المدن هتشهد امطار غزيره ورعديه بدايه من غدا الثلاثاء. ايضا هيكون في نشاط رياح مثير للرمال والاتربه على معظم انحاء الجمهوريه، والامطار هتمتد خفيفه حتى تصل الى القاهره، ده يوم الثلاثاء. لكن بالنسبه للاربع والخميس هتزيد كثافه الامطار، هتزيد غزارتها على السواحل الشماليه، وهتكون متوسطه الشده على القاهره ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد. لكن طبعا بالنسبه للسواحل الشماليه بناكد تاني هي هتكون غزيره على السواحل الشماليه وخصوصا الشرقيه، وايضا بعض المناطق من الوجه البحري. وطبعا هيكون مستمر نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحراره بحوالي درجتين تقريبا، لكن نشاط الرياح هيزود احساسنا بالبروده، وطبعا هتستمر حاله عدم الاستقرار حتى يوم الجمعه القادم ان شاء الله. يعني بنتكلم في اسبوع حافل من الامطار تقريبا على معظم محافظات الجمهوريه يعني. طبعا بدايه من الثلاثاء وحتى يوم الجمعه هتكون طبعا يعني الامطار مختلفه الشده من منطقه لمنطقه ومن يوم لاخر، يعني الثلاثاء هتبدا على السواحل، بعد كده تبدا تزيد على الوجه البحري والقاهره الاربع والخميس، وايضا شمال الصعيد، وتصل حتى نهايه الفتره اللي هو نهايه يوم الجمعه هتكون على مناطق وبعض المناطق دون اخرى. تمام. طب دكتوره ايمان، يعني حضرتك من بعد يوم الخميس بقى من القلبان ده اللي من الثلاث للخميس هيبقى الوضع عامل ازاي؟ هو يعني بعد يوم الجمعة إن شاء الله من يوم السبت هتبدأ تستقر الأمور، الأمطار هتكون على الساحل الشمالية فقط، وأمطار عادية بقى الأمطار العادية، وبعد كده تبدأ تنتهي الأمطار واحدة واحدة تدريجيا، وترجع درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، وتهدأ سرعات الرياح، وترجع الشمس تطلع مرة تانية. فهي يعني فترة مؤقتة، وخصوصا إن احنا في فصل الشتاء، فده طبيعي طبعا إن احنا نشهد حالات عدم استقرار في فصل الشتاء. بس خلينا نقول بصراحة إنه لغاية دلوقتي فصل الشتاء من ساعة ما ابتدى معتدل، يعني نقول شتاء معتدل. فعلا احنا لحد دلوقتي ما شاهدناش انخفاض واضح في الحراره، ما شاهدناش امطار غزيره بصوره كبيره غير حاله واحده كانت في شهر اكتوبر، بعد كده ما شاهدناش اي امطار والدنيا مستقره جدا. فيعني طبعا لحد الان ما حسيناش بدخول فصل الشتاء بصوره كبيره، يعني يمكن الحاله دي هتاكد لنا بعد دخول فصل الشتاء ان شاء الله. يا دكتوره ايمان ان شاء الله يا فندم. دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا جزيلا.